حياكم الله بالخير، أنا خالد الجابري وأرحب فيكم في إنكريبتو، دليلك الذكي لعالم الاقتصاد الرقمي، وأكلمكم من متحف المستقبل، المبنى الأجمل في العالم. أكيد تقضون أغلب يومكم وأنتوا كل شوي تتصفحون الموبايل، ما بين الرسائل واتساب والتويتات أو نشر صورة على الانستغرام أو غيره. تخيلوا إحنا بننتج من خلال الموبايل بيانات تصل ل 2 مليار جيجا بايت بالشهر، بيانات ضخمة صحيح؟ لهذا خرج مصطلح جديد اسمه بيج داتا، البيانات الضخمة. يعني إذا شاهدت فيديوهات عن الطبخ أو كتبت تعليق على صورة، هذه المعلومات تعرفها شركات السوشيال ميديا وتضيفها على بروفايلك عندهم، مع ملايين ومليارات المعلومات والبيانات الضخمة الأخرى. أكيد راح تسألون الحين شو هي البيانات الضخمة وكيف ظهر وتطور هذا المجال، والأهم كيف نتخصص في هذا المجال. خلونا نسأل الناس شو يعرفون عن البيج داتا ونعود لنبدأ حلقتنا. مبيعات يعني بزنس تجمعها الهولدينج كومبانيز عن الأذر كومبانيز، حاجة خاصة ببيانات العملاء، انك تجمع بيانات عملاء عشان سيلز او كده. موضوع السوشيال ميديا وانتشاره دلوقتي، اي حد عنده اهتمام باي برودكت او كده بتوصل للشركات دي المعلومات دي عشان يقدروا يحققوا منها، يعرفوا اهتمام شخص كل شخص بذاته. يعني اللي تجمعها المواقع من السوشيال ميديا، ان هي بتكون جامعة كل الشركات بشكل عام. البيانات التي تجمعها الشركات الكبيرة عن المستخدمين والمستعملين، ما هي الكم الكبير من البيانات؟ تتوقعون كم حجم البيانات اللي أنتجها البشر للحين؟ خلينا أستعين بتعليق لإريك شميت الرئيس السابق لشركة جوجل، لما تحدث في وقت سابق وقال أنه منذ بداية التاريخ وحتى عام 2003 أنتج الإنسان 5 مليار جيجا بايت من البيانات على هيئة ملفات وصور ووثائق. زين، لو رحنا لعام 2011 بنجد أنه أنتجنا نفس هالكمية 5 مليار جيجا بايت، لكن في يومين فقط. أما في عام 2013 أصبحنا ننتج 5 مليار جيجا بايت من البيانات تقريباً كل 10 دقائق. طب شو الوضع الحين؟ حسب دراسة قام بها فريق من الباحثين في جامعة نورث إسترن الأمريكية، العالم اليوم ينتج 1.7 ميجا بايت من المعلومات الجديدة كل ثانية، وبحلول عام 2025 بيكون إنتاجنا 463 مليار جيجا بايت من البيانات يومياً. من وين أتت كل هاي البيانات؟ خلوني أقولكم أن كل شيء نسجله على السوشيال ميديا، كل معاملاتك الإلكترونية والإيميلز، كل هالأمور تسمى البيج داتا أو البيانات الضخمة. وأول مرة ظهر هالمصطلح كان في أوائل التسعينات من القرن الماضي على يد مهندس الكمبيوتر الأمريكي دكتور جان ماشي، وكان في هالوقت يشتغل في شركة سيليكون جرافيكس، وحب يضع مصطلح بسيط ومفهوم للدلالة على البيانات اللي حجمها يفوق قدرة أي قواعد بيانات تقليدية على إدارتها وتحليلها. هالمصطلح البسيط صار بعد سنوات قليلة يستخدم في الأوراق البحثية، وحتى أصبح في علم يدرس في الجامعات باسم البيج داتا. هالمصطلح البسيط صار بعد سنوات قليلة يستخدم في الأوراق البحثية وحتى أصبح في علم يدرس في الجامعات باسم البيج داتا. أشوفك تسألني وتقول لي من وين تأتي كل هالمعلومات، خاصة أن تعداد البشر على الأرض 8 مليار نسمة ومش كلهم متصلين بالإنترنت والعالم الرقمي. خلينا أقول لك أن لسنا وحدنا اللي ننتج بيانات ضخمة، كل الأجهزة المنزلية، السيارات، كاميرات المراقبة، محطات الأرصاد الجوية، الساعة الذكية، بعض ملابس الرياضيين، أي شيء اليوم مزود بمستشعرات سنسر ينتج بيج داتا، بيانات ضخمة. ولو وصلت بالإنترنت فهذه البيانات الضخمة ستنتقل لمكان لآخر لتحليلها عبر برامج الذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نبسطها بمثال، يعني مثلا ممكن الطبيب يتابع الحالة الصحية لمرضاه بمجرد أنهم يرتدون ملابس أو ساعة ذكية ترصد معدل ضربات القلب والضغط وترسل هالمعلومات على مدار اليوم أو الأسبوع
للطبيب، ولما يروح المريض للزيارة الدورية يلاقي أن الطبيب عنده كل القراءات عن حالة المريض. طبعاً هالبيانات الكثيرة ما يقراها الطبيب كلها، لأنه يعتمد على برمجيات تحلل كل هالمعلومات وتنبهها لو فيه قراءات مو طبيعية أو خلل صحي حدث. ونفس الشيء يصير في غيرها من الأمور، مثلاً سيارة اليوم هي اللي تبلغ بموعد الفحص الدوري، وفي المصانع الأجهزة هي اللي تنبه المهندسين بتغيير قطع الغيار بدل ما تنكسر خلال ساعات العمل وتعطل الإنتاج. ما في مهنة اليوم أو صناعة أو خدمة ودها تتطور إلا وتحتاج لمتخصص في البيانات الضخمة، من أول شركة بترول أو مستشفى أو جهة حكومية أو حتى محلات التسوق وأندية كرة القدم. اليوم كل الشركات التكنولوجية الكبرى صارت تصنف نفسها على أنها شركات بيج داتا وبيانات ضخمة، مثل جوجل، مايكروسوفت، آي بي إم، أوراكل وغيرهم الكثير، اللي يوفرون برمجيات وخدمات لحفظ وإدارة وتحليل البيانات الضخمة للشركات. طب شو تستفيد هالشركات لما تحلل كل هالبيانات؟ خلوني أقولكم ثلاث فوائد من البيج داتا للشركات. أول شيء، نتيجة تحليل أنواع المنتجات والخدمات اللي يطلبها كل عميل ومعدلات الشراء، الشركات أصبحت اليوم تشخصن حملاتها الترويجية، يعني تصنع حملة ترويجية لكل عميل بناء على معرفتها ببياناته الشخصية وأنواع المنتجات والخدمات اللي يشتريها. الأمر الثاني هو أن البيج داتا تحسن من كفاءة المعاملات وتزود المبيعات، وبعد تقلل من عمليات الاحتيال. فلو مثلاً عميل اشترى أشياء غالية على غير العادة أو منتجات بعيدة تماماً عن عاداتها في التسوق، ممكن البيانات الضخمة تنبهك لإيقاف المعاملة ومراجعتها. وهالقصة حدثت بالفعل مع لاعب كرة السلة السابق شاكيل أونيل، واللي قرر في يوم واحد يشتري عفش المنزل وملابسه وأغراض كثيرة من محل وولمارت اللي يعد من أكبر محلات السوبر ماركت في أمريكا. مجمل المشتريات اللي سواها في وقت قصير جداً كانت $70,000، نعم $70,000 من محل وولمارت. وهذا الأمر غير معهود، خاصة من سلسلة محلات الناس في أمريكا تقصدها يومياً علشان أسعارها الاقتصادية. فمباشرة البنك أوقف إتمام عملية الشراء واتصلوا بشكيل للتأكد أنه هو اللي يسوي هالمشتريات، مش أن بطاقته مسروقة. ثالث الفوائد من البيانات الضخمة للشركات هي أن البيانات الضخمة تساعد الشركات أنها تقيم العادات الشرائية للمجتمع وش المنتجات اللي تهم كل شريحة عمرية، وبالتالي تقدر هاي الشركات تخطط بشكل أفضل للمستقبل وتقرر شو المنتجات أو الخدمات اللي لازم تستثمر فيها أو تنهي وجودها من السوق، ومدى تقبل المجتمع لأفكار أو منتجات جديدة واحتماليات نجاحها. باختصار، ما في اليوم بزنس كبير قائم بدون تحليل البيانات الضخمة، وحتى المخاطرة في السوق أصبحت مدروسة اعتماداً على ما تفصح عنه البيانات الضخمة. لهذا وظائف البيانات الضخمة أصبحت الأكثر طلباً على مستوى العالم، وفي الولايات المتحدة تتوقع تقارير مكتب العمل زيادة الطلب على وظائف محللي البيانات الضخمة بنسبة 30% بحلول عام 2026. يكفي أقول لك أنه وفقاً لتقرير أصدرته لينكدين عن الوظائف الناشئة، فإن الطلب زاد على المتخصصين في البيانات الضخمة بأكثر من 650% منذ عام 2012، كما أن سوق الاستثمار في البيج داتا متوقع يتضاعف من $38 مليار عام 2019 إلى $230 مليار عام 2026. هالأرقام الكبيرة تجعل المتخصصين في البيانات الضخمة من أكثر المطلوبين في سوق العمل في الحاضر والمستقبل. ولمعرفة أكثر عن تخصص البيانات الضخمة، ويانا الخبير الإماراتي في علم البيانات خالد العور، المتخصص في علم البيانات والذكاء الاصطناعي. من أهم الأفكار المغلوطة عن البيانات أن كل البيانات قيمة، ولكن هذا الكلام غير صحيح، خصوصاً إذا كانت البيانات غير نظيفة.
يكون للبيانات قيمة حقيقية للشركات والمؤسسات والاقتصاد لما يكون فريق البيانات يشتغل عن كثب مع فريق البزنس أو التشغيل. على سبيل المثال، بعض المشاكل اللي يشتغل عليها فريق البيانات واللي يحاول يحلها قد تأخذ منه من شهر إلى شهرين، ولكن إذا كان هذه المشاكل اللي يشتغل عليها ما كانت في صلب موضوع المهم للبزنس، سهل لأن فريق البيانات يروح في منحنى بعيد وما يجاوب على الأسئلة المهمة للبزنس. ومهم أن أي حد يشتغل على البيانات من وراء الشاشة يروح أول في الميدان ويعرف كيف تم تجميع هذه البيانات وشو معنات وتعريف كل مفردة منها. يقولون البيانات هي نفط العصر. ليش؟ لأن صانع القرار أعمى من غير هذه البيانات، واتخاذ القرار قد يكلف وقد يكلف الملايين. كيف صانع القرار يكون أعمى من غير البيانات؟ البيانات هي العين اللي ينظر لها أي حد يريد يصنع أي قرار على مستوى صغير أو كبير مع أرض الواقع. ومثل ما قال الشيخ حمدان بن محمد الله يطول بعمره، من يملك البيانات يملك العالم. من أهم التكنيكات اللي تم استخدامها لأجل الاستفادة من البيانات واللي يستخدمها علماء البيانات هي الاكسبيرمنت أو إجراء التجارب. في إجراء التجارب قبل ما يتم إضافة أي خاصية جديدة في التطبيق يتم إجراء هذه التجربة بإضافة هذه الخاصية لشريحة معينة من الزباين عشان نشوف هل هذه الخاصية ساهمت في زيادة رضا المتعاملين أو زادت من مدخول الشركة بشكل إيجابي. وشيء ثاني كلنا نعرفه ونشوفه كل يوم اللي هي recommendation engines أو شخصنة المحتوى personalization. كل شخص يشوف في التطبيق والبرنامج الشيء الأنسب له، سواء اللي يشوف فيديوهات على يوتيوب أو نحن في طلبات نطلع المطاعم الأنسب للمستخدم. رحلة البيانات هي تصير بشكل دائم وتنعاد، لكن بشكل مبسط تنأخذ كل البيانات من كل مصادرها بشكل غير مرتب وتنحط في مكان يسمونه الداتا ليك، ومن بعدها تترتب هذه البيانات ويتم جمعها وفهمها وينمحى التكرار وتنأخذ إلى مكان اسمه الداتا وير هاوس أو مستودع البيانات. مثل المستودعات كل شيء يكون مرتب، كل شيء مسمى ومعروف، وهذا الوجه اللي تم عليه البيانات هو المكان التي تستخدم فيه البيانات بشكل مفيد. فأي حد يريد يستخدم البيانات يروح للداتا ويرهاوس أو مستودع البيانات. يتم استخدام هذه البيانات من قبل محللين البيانات أو علماء البيانات أو مطورين نماذج تعلم الآلة للإجابة عن الأسئلة أو تطوير بعض المنتجات المفيدة. ومن بعدها تستخدم هذه البيانات من قبل محللين البيانات، علماء البيانات أو مطورين نماذج تعلم الآلة للإجابة عن بعض أسئلة صناع القرار أو تطوير منتجات ذكية. فتأخذ هذه الاستنتاجات وهذه التحليلات ويتم عرضها على شكل أجوبة أو مرئيات، وإذا كانت المرئيات مهمة ممكن أتمتتها ووضعها في قالب لوحات التحكم أو الداشبورد ليتم استخدامها من قبل غير الفنيين. فالرحلة بشكل مبسط تبدأ بجمع البيانات في الداتا ليك، تتنظف وتترتب في الداتا ويرهاوس، تنأخذ من قبل محللين بيانات ومطورين نماذج تعلم الآلة أو ماشين ليرنينج، يتم تقييم الاستنتاجات وتطوير المنتجات، وتنأخذ المرئيات ويتم أتمتتها عشان تطلع عندنا في النهاية على شكل لوحات تحكم أو داشبورد. طبيعي أن كل مجال تكنولوجي يحدث فيه تطور مع الزمن، مثل التطور في صناعة الموبايل أو التطور في الويب 1 ثم الويب 2 والويب 3. نفس الشيء حدث مع البيج داتا واللي مرت بثلاث مراحل. أول مرحلة من البيج داتا واللي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي، يعني قبل حتى ما يتم اختراع اسم بيج داتا. أما المرحلة الثانية في البيانات الضخمة
كانت من عام 2000 حتى عام 2010، وفي تلك الفترة تنامت أهمية الإنترنت في حياتنا اليومية، وزادت مواقع التسوق الإلكتروني، وبدأت شركات مثل ياهو وأمازون وإيباي في تحليل سلوك المستخدمين. الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خلقت ما يسمى بفوضى البيانات، واللي تم وصفها خلال بدايات الكورونا بوباء المعلومات. أما الحين فنحن نعيش في الفيس 3، المرحلة الثالثة من البيج داتا، البيانات الضخمة، وأكثر شيء يميزها هي تنوع مصادر البيانات، واللي ما عادت مرتبطة فقط بمواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. فمثلاً مع انتشار الهواتف الذكية زاد اليوم الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات اللي تنتج بيانات ضخمة عن حياتك الشخصية. وين سافرت؟ مين قابلت من أصدقائك؟ كم كيلومتر مشيته في اليوم؟ أكيد تسألون الحين شو هي الوظائف؟ وين ممكن أتعلمها؟ خاصة أن الوظائف المتعلقة بالبيانات تعتبر من أكثر الوظائف تنوعاً. فمثلاً داتا أركيتكت بمعنى معمار البيانات، هو بشكل كبير يحدد كيف تنبني القواعد اللي على أساسها تتجمع البيانات. والداتا إنجينير بمعنى مهندس البيانات يقارب في عمله معماري البيانات. أما الداتا أناليست، محلل البيانات، هو اللي يساهم في تنظيف وتحليل واستنتاج النتائج من البيانات. ولو رحنا للداتا فيجوالايزر، اللي هو الشخص اللي يحول البيانات والنتائج إلى طرق سهلة المشاهدة والفهم، فكثير من هذه البيانات مجرد أرقام، ولكن هذه الوظيفة تسهل الفهم للجميع، وواحدة من الوظائف الجميلة في اسمها. أما الداتا ساينتست بمعنى عالم بيانات، نعم عالم بيانات له علاقة بهذه الوظائف كلها مجتمعة. هذه المسميات تختلف من مؤسسة لمؤسسة بحكم أن المجال جديد، وطبعاً كل يوم في مسميات جديدة وفرعية لوظائف البيانات الضخمة. طيب وين ممكن الواحد يتعلم هالتخصصات؟ الشيء الجميل أن هذا التخصص الجديد البيج داتا بإمكانك أن تتعلمه من كثير من الجامعات في العالم أو في الإمارات، وشيء اللطيف أنه من خلال منصات التعلم المفتوح مثل يوديمي وكورسيرا بإمكانك أن تحصل على شهادات مهنية تخصصية في البيج داتا. والسؤال الحين، كيف ممكن تستفيد الشركات من كل هالموظفين وكنز البيانات اللي ينتجونه؟ هالموضوع بنحاول نرد عليه ولكن بعد الفاصل. برحب فيكم من جديد، ومثل ما تكلمنا قبل الفاصل أن البيج داتا، البيانات الضخمة، هي البيانات الكبيرة جداً والمتنوعة من مصادر مختلفة، يصعب على السيرفرات وقواعد البيانات التقليدية من إدارتها ومعالجتها وتحليلها. وهذا الشيء يحصل بشكل متكرر مع كافة الشركات التقنية المعروفة مثل فيسبوك وإنستغرام، أو حتى شركات كبيرة لديها بيانات كبيرة مثل أمازون أو أبل أو غيرها. شرحنا تطور تلك البيانات وشو ممكن تسوي إذا حابب تكون متخصص فيها. تعالوا نسأل الناس كيف تستفيد الشركات من علم البيانات الضخمة. تقدر تتواصل بالعملاء بتاعتها عن طريق، بتفكري بشغلة معينة بتلاقيها بالإنترنت، فبشوفوا وجهات نظر كم من شخص إنه ايش اكثر شيء نقطه تجمع، انه على شو بيفكر بالضبط. تجميع بيانات العملاء عشان يسووا ماركتنج، يبيعوا ويسوقوا المنتج ويزيدوا مبيعاتهم وتحقيق الارباح. اكيد انه بتورجي الناس اكثر الاشياء اللي بدهم اياها، فبتخليهم تستفيدوا على الاشياء اللي هم بدهم اياها نفس الشركه، لتحليل المنتجات والخدمات. في حاله المنافسه بتستفيد، بقدر اعرف طلبات الشركه دي ايه، واقدر اخش بنفس المنتج او اعدل فيه شويه فاكسب اكتر، وبالتالي بتحقق ربحيه من خلال ان هي تركز له وتعمل تركيز على الحاجات المهتمه بيها فقط. يعني البيانات هي نفط الحاضر والمستقبل، لهذا كل الشركات التكنولوجيه تتسابق للاستفاده منها في فهم احتياجات العملاء واتخاذ قرارات مناسبه في وقت اقل، وجعل عملها اكثر سهوله وربحيه. اول مثال هو فيسبوك، اللي يحصد كم هائل من بيانات المستخدمين بشكل يومي. كل هذه البيانات الضخمة يستخدمها فيسبوك حتى أنك تقضي وقت أطول عليه
وتظهر لك إعلانات مناسبة وجاذبة لاهتماماتك الشخصية، واللي شكلت حوالي 97% من أرباح فيسبوك خلال عام 2021. من خلال فيسبوك كل مالك لمشروع صغير أو متوسط ممكن يطلق حملة إعلانية خاصة بشركته أو منتجه. سابقاً كان عشان توصل لجمهورك لازم ترمي بالحظ إعلان عام على الجريدة أو الراديو. أما الحين وبحكم أن شركة فيسبوك لديها بيانات ضخمة لكثير من الناس، تستطيع أن تستهدف فئة معينة منهم وبأسعار معقولة. مثال آخر هو منصة الأفلام نتفليكس، اللي تقوم بتجميع البيانات الخاصة بالمشتركين في موقعها. ولو أنت مشترك فيها أحب أقول لك أن نتفليكس تحلل متى انتهيت من مشاهدة الفيلم اللي تشوفه، وشو نوعية الأفلام والمسلسلات اللي بتفضلها. هل شاهدت فيلم للمرة الثانية؟ وتتفرج على الفيلم انزعجت من أحد المشاهد وقررت تتخطاها؟ وغيرها من الأمور اللي تساعدها تجمع بيانات عن جميع مستخدميها. الأمر اللي يجعلها قادرة على جذب المشاهد أنه يختار من قائمة الأفلام المعروضة أمامه بدل ما يدخل في البحث ويدور على اسم فيلم معين، لأن ببساطة نتفليكس بسبب البيانات الضخمة اللي تمتلكها أصبحت قادرة على أنها تقترح شو الأعمال اللي ممكن تجذب كل مستخدم عن الآخر، وبالتالي بدأت تعرف شو نوعية الأفلام والمسلسلات اللي ممكن تستثمر فيها وتنجح، بدل ما تحط فلوسها في مسلسل أو فيلم بدون عائد مادي. أما فيما يتعلق بالدول والحكومات، فدولة الإمارات العربية المتحدة يتم تصنيفها ضمن الدول الذكية اللي تتعامل مع قدر كبير من البيج داتا في كل المجالات، وتؤمن بمدى أهمية هذه البيج داتا. لذلك حكومة دولة الإمارات تحرص على تقديم تدريبات للموظفين حول كيفية التعامل مع البيانات الضخمة وإدارة وتحليل تلك البيانات، كان من مراكز الإحصاء الاتحادية أو المحلية. وفي مبادرة هادفة لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، لتكون الإمارات بذلك واحدة من بين 4 دول في العالم يتم اختيارها ضمن المقرات الإقليمية لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المخصصة لأهداف التنمية المستدامة. ما في حد ينكر الفوائد الكبيرة اللي تحققت من علم البيانات الضخمة وكل القفزات اللي حققتها الشركات اليوم بفضل برمجيات الذكاء الاصطناعي والسنسرز وأكيد علم البيانات. واللي بنختم فيه حلقتنا اليوم بثلاث نصائح. أول نصيحة هي أن البيانات ملكك أولاً وأخيراً، ولكن عندما توافق على استخدام عدد هائل من المواقع، من حق هذه المواقع والشركات استخدام بياناتك بداعي تسهيل حياتك. فكل معلومة وكل حبة بيانات واحدة ستستخدم من قبل هذه الشركات، ومن الصعب جدا منعهم من ذلك. النصيحة الثانية أنك ستسمع دوما عن خصوصية بياناتك. من المهم أنك تعلم أن هناك قوانين وتشريعات مختلفة عالميا وفي المنطقة تحاول أن تحمي خصوصيتك دوما، وعليك بالانتباه لما تنشره على صفحات السوشيال ميديا من معلومات عنك، وتحمي خصوصيتك قدر الإمكان وهو ليس أمر مستحيل. ثالث نصيحة وهي موجهة للمبرمجين ورواد الأعمال، كامل الحلقة بيّنت أهمية علم البيانات وبإمكانك الاستفادة منه بالتخصص فيه إذا كنت مبرمج، أو بإمكانك جعل البيانات وتحليلها جزء من عملك في ريادة الأعمال حتى تتخذ قرارات أفضل وتعلي من قيمة شركتك إذا كنت تملك بيانات قيمة. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونشوفكم الحلقة الجاية في موضوع جديد نفك أسراره في إنكرا.